دكتور، ايه الفرق بين الخوف الطبيعي ومعدلاته الطبيعيه والخوف المرضي والمبالغ فيه؟ الخوف الطبيعي هو اللي بيؤدي لتصرف ايجابي، يعني انا خايفه من الكورونا فانا بتصرف بشكل ايجابي ان انا بحافظ على المسافه، الحاجات اللي هي احتياطات الكورونا اللي احنا عارفينها. حلو. لكن انا عندي ام قعدت ابنها سنه ونص في البيت ليترلي، يعني ما خرجتوش يا حبيبي. ده خوف غير طبيعي طبعا، لان احنا ممكن نلبس الماسك ونبقى بعاد عن حد تاني واحتياطات الامان وكل الكلام ده. فقالت لي انا بخاف، الولد تاخر اجتماعيا تاخر ذهنيا طبعا، لان الاجتماعيات هي اللي بتعمل الذكاء طبعا. فده خوف غير طبيعي لما يؤثر على الفانكشنينج بتاعنا، ان انا مش قادره انزل شغلي، ان انا مش قادره اعيش حياه طبيعيه، اشتري اكل وشرب واعمل الحياه الطبيعيه. طب ليه الام دي حصل لها كده يا دكتور؟ يعني ليه في ام غسلت ايد ولادها وحطت لهم الماسك ونزلت بيهم الشارع وقعدت بيهم في النادي في الشمس وخدت احتياطاتها ونظفت الترابيزه وبتاع، لكن تعاملت عادي؟ وليه في ام قعدت ابنها سنه ونص في البيت؟ ام قلقه جدا وبيجي لها احساس بتانيب الضمير بسهوله، لو جرى حاجه انا السبب، لو حصل حاجه انا السبب، فهي بتحمي نفسيتها عشان ما تبقاش هي السبب، وتهدي خوفها لان الخوف مستمر عندها، هي شخصية قلقة. فعشان تهدي نفسها ضرة الورد ضرر كبير جدا. فدي بقى الحاجات المبالغ فيها في الخوف والقلق. طيب. فهي برضو فيها نوع من الأنانية، أنا بهدي خوفي وبحميه زيادة عشان خايفة عليه. بس أنت ما بتسمحلوش يتطور، ما بتسمحلوش يبقى له أصدقاء، ما بتسمحلوش إن هو يخرج يشوف الشمس، الفيتامين دي، كل الكلام ده. فأنت برضو خوفك ضره.